عدة مطالب تقدمت منها رحيل رئيس النادي رفقة المكتب المسير، زائد رئيس فرع كرة القدم، لأنهم فشلوا في المهام تاعهم. تاني حاجة فتح تحقيق في الأموال الممنوحة للفريق مع بداية الموسم، يعني 5 ملاير ولا 6 ملاير، هذه كاين بعض الفرق انه تسير بها عام كامل. فريق اتحاد عنابة للأسف الشديد 5 ولا 6 ملاير صرفوها في 3 أيام ولا 4 أيام، بدون ما درنا استقدامات، بدون ما درنا تربصات هوين. يعني وين راحت 5 ملاير هذه؟ السؤال يبقى مطروح. طلبنا انه يفتحوا تحقيق، نطلب تلال، طلبنا العودة إلى ملعب شابو، لأنه كما يعلم الجميع الفريق راهو يلعب في طاشا 40 كيلومتر خارج المدينة. الظروف ما ساعدتناش خلاف في الملعب هذاك. طلبنا به نرجعوا للملعب العقيد شابو، ممكن تتحسن فيه النتائج.